طيب تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ مع يونت 8 اللي هو بيقول وي هاد فن، يعني احنا استمتعنا. يا ترى استمتعنا بايه؟ تعال نشوف النيو ووردز بتاعتنا. ريبيت افتر مي، اقول كده وراك في مرايه كده في سرك علشان تعرف تقرا الوردز دي. A bottle of water. A packet of cookies. A carton of juice. A slice of cake. A piece of cheese. A bar of chocolate. ودي كلها بيسموها الباكجينج اللي هي التعبئة. Different packaging اللي هي أدوات التعبئة المختلفة. يعني إيه؟ يعني أنت بتعبي الحاجات، لإما بتعبيها في باكت، لإما بتعبيها في كرتون عبوة، لإما في بار في قالب، لإما في بيس قطعة، لإما في سلايس شريحة، لإما في بوتل إزازة، على حسب الحاجة دي إذا كانت سائلة أو حاجة كانت صلبة. تعال نكمل مع بعضينا. بنانا، ليمون، ميت، كاروت، فيفوريت، بيتزا، هابن، هابند، لوك، لوكت، لسن، لسند، ورك، وركت، نيم، نيمد، جو، وينت، درينك، درانك، ثينك، ثوت، ايت، ات، فايند، فاوند. A lot of, a bottle of cola, a kilo of, a bar of soup. طبعا ده كده بالنسبة لي أول لسن مع بعضينا. ركز معايا بقى، السؤال ده بيجي في الإجزام إزاي يا شباب؟ هو عايزك تبقى أنت عارف إن الكوكيز ده بيتحط قبليه كلمة باكت. عايزك تعرف إن الجوز ده هو بيتحط قبليه كلمة كارتون. عايزك تعرف إن الوتر ده هو بيتحط قبليه كلمة بوتل. وعايزك تعرف ان الكيك بحط معاه كلمة سلايز، واللي تشيز بحط معاه كلمة بيس. تيجي نحل؟ يلا بينا نحل ونشوف مين اللي مركز معايا. اول حاجة عندي كلمة سوب. از مينينج سوب؟ سوب ده اللي هي الصابون. تمام، الصابون ده هو يا مستر انت بتحطه في ايه؟ بحطه في بار ولا باكت ولا كارتون؟ لا، بحطه ببار. بار معناها قالب، يبقى أول واحدة هتبقى أبار، زي البار أوف الشوكليت. بص كده، أبار أوف الشوكليت اللي هو قالب الإيه، الشوكولاتة. أنا برضو بحط قالب الصابون. أوكي نكمل يا شباب. She wants a slice of. إحنا قلنا اللي بيتعمل كلمة سلايس يعني شريحة. يا ترى الشريحة دي بتيجي مع الجوس ولا الوتر ولا الكيك؟ هناخدها مع الكيك. She drank a of water. المية ده هنا بحطها باكت ولا كارتون ولا بوتل؟ كارتون. بحطها فين؟ كارتون. كارتون في كارتونة؟ بوتل. لا، بحطها بوتل. طب اللي دليلك على كده اهو الووتر كان معاها مين؟ بوتل. لكن الكارتون اللي هو العبوة كانت بتاعة العصير. هات اللي تشيز. اللي تشيز دي اي ات بوتل ولا باكت ولا بيس؟ بيس اللي هي شريحة او قطعة. شريحة أو قطعة، يبقى أنا هاخد لها بيس. I need a bar of. إحنا قلنا البار ده هو جه مع حاجتين، مع الشوكليت والسوب. عندك واحدة من الاتنين؟ يبقى عندي تشوكليت. مازن ات a of cookies. بوتل ولا كارتون ولا باكت؟ باكت. يبقى الكوكيز ده هو، الكوكيز ده أنت بتحطه فين؟ في الباكت. في الباكت، في عبوة. طيب منى ات a slice of. شريحة، إيه اللي ممكن يتعمل في شريحة يتقطع شرايح؟ الميت. الميت، عاش. I want a bottle of. إيه اللي ممكن يتحط ببوتل في الثري دول؟ كولا. كولا، أكيد، لأن ده السائل. I drank a carton of عبوة. جوس. من المين؟ من الجوس. I bought a carton of ولا off ولا in؟ off. يبقى خلي بالك off ده اللي هي F واحدة. أهي. يبقى فرصة عشان تعرف هي بتيجي ازاي. اف واحدة مش دبل اف. طيب هات لي تعالى نشوف ليه الماتش اللي فوق. ا كارتون اوف. كارتون اوف ايه؟ جوس. يبقى هنا هو هروح حاطط لها مين؟ نمبر اي. طيب ابر اوف ووتر. ووتر يا راجل، قالب من المية؟ لا اه من الشوكليت. ا بوتل اوف ووتر. ووتر. ا بيس اوف كيك.
cheese. عيش. يبقى ده كده بالنسبة للأكتيفيتي الأولاني. طب يا مستر محمد كمل معايا، أنا عايز أعمل الترتيب ده معايا لوجي. ها نمبر سي كده خلاص، مش هات لي هنا نمبر اي. أنا عايز أبدأ بالكلمة اللي هي محطوطة بالريد، هقول له وير. طيب وير ده هي مستر كأداة استفهام، خليك معانا هنا. وير كأداة استفهام أو كوستشن وورد، بيجي بعدها هيلبنج فيرب بفعل مساعد. الأفعال المساعدة اللي هو أم وإز وآر ووز وير ودو وداز وديد. عندك كلمة من الكلمات دي؟ يبقى وير ديد. وير ديد دي بقى ريم جو ولا جو ريم؟ لا ريم جو. يبقى وير ديد ريم جو. جو عايش. طب دي بقى اللي بعديها اوف ات اي اي باكت ولا اي باكت كوكيز. انا عايز ابدا باي، ادي اي اي ات ها انا اكلت باكت اوف كوكيز. عايش. ا باكت اوف كوكيز. الله ينور يا شباب. وكده ده الاكتيفيتي الاولاني. تعالى نشوف بقيته، ركز معايا. ان هو بيقول لي هات لي مريم. مريم طبعا هتكتب الاول، انا مستنيك. طيب يلا يا جمانة اول واحدة. مريم ده هيك كنون او كسبجكت، انا محتاج فيرب. فين الفيرب في ده؟ درانك. يبقى درانك. مريم درانك. درانك مين؟ ووتر. لا ابوتل. ابوتل. برافو عليكي. يبقى ابوتل ايوة اوف ووتر. هات اللي بعديها نمبر شي. هات لي شي. شي ات. يبقى احنا قلنا شي. شي ات. شي ات. في عندي ميت واوف وسلايس. انا برتبهم كده اوف في النص ما بين الكلمتين. هقول سلايس اوف ولا ميت اوف؟ يبقى سلايس اوف. عايش. يلا يا رولا. انا عايز اقول علي. علي ايه؟ علي عايز فيرب صح. وانتس. علي بيريد. يريد ايه؟ a piece of cheese. يبقى علي ده هو عايز قطعة من الجبن. الله ينور. هات اللي بعديها. يلا يا جمانة. ريم ات. ريم ده هي اكلت ايه؟ سلايز ولا جوس ولا كوكيز ولا بيس؟ احنا قلنا الجبنة بتاخد معاها مين؟ سلايز. لا بيس. بيس. يبقى هنا هو ايه؟ بيس. قطعة من الايه؟ الجبن. حنين درانك اكارتون اوف ايه؟ لوجي. احنا قلنا كارتون دي بتيجي معاها كلمة جوس اللي هي عبوة. اي ات كتبتيها؟ عايزة ترقمي رقمي مفيش مشكلة. جوس هنا نمبر تو. هات اللي بعديها ده دورك. اتس يور تيرن. اي ات ا باكيت اوف كوكيز. كوكيز. عبوة من الكوكيز. يلا يا جمانة. سوها ات ا اوف ميت. سلايس. هاتي دي ات وكيك. كيك. انا عايز اعملها جملة. هو هنا هو اكل الكيك. هو مين اللي اكل؟ احمد. اي حد. انا مثلا. انت. هو. يبقى كل اللي انا هعمله احط اول كلمة اللي هي ايه؟ اي ضمير بقى. اي هي شي ات اللي انت عايزها. هقول ايه بقى؟ اي ها اي ات كيك. كيك. بس مش عايزة تقولي كيك. ممكن تقولي a piece cake. of cake او a slice. خليها a slice of cake. طب انا مش عارفة a slice، قولي a cake على طول. طيب يلا يا دكتورة جمانة. drank water. بس خلي بالك هنا انا هجيبها بالعبوة بتاعتها. رولا الدور. يلا يا رولا. I drank. عايز اقول ازازة مية. إزازة اللي هي إيه؟ إزازة اللي هي ها اللي هي بوتل. إحنا حليناها فوق. I drink a bottle of water. يلا يا دكتورة جمانة. علامات الترقيم تبقى على وير. يبقى أول حاجة بص بقى أنا بعملها إزاي. بكتب الكلمة كلها وبحط أندرلاين تحت الحاجات اللي أنا مكبرة. وير ديد ريم. هتتكبر أول حرف يتكبر عشان ده اسم بني آدم. ريم جو. طب هتحط في الآخر إيه؟ فول ستوب ولا كويستشن مارك؟ كويستشن مارك. عايش. الله ينور. ده كده يا شباب بالنسبة لأول إيه؟ أول ليسن معايا اللي إحنا اتعلمنا منه
خليك معايا بقى يلا. اتعلمنا منه food and drinks، اتعلمنا منه ان العبوات ده هي تمام زي الباكت وزي الكارتون وزي البار وزي البيس وزي السلايس وزي البوتل، كل دول بعدهم كلمة اوف، واوف باف واحدة مش بدبل اف. وتعلمنا ان كل واحدة ليها الحاجة بتاعتها، ما ينفعش اقول a bottle of cookies لا، ازازة بسكويت لا، لكن ينفع اقول a bottle of water، ينفع اقول a packet of cookies وهكذا. الكلمات دي it's very important. يلا بينا تعال نشوف listen to وركز معي.